بسم الله، السلام عليكم. صوت واضح. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية معكم أخوكم عبد الرحمن شديد، طالب سنة رابع السنة القادمة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بناخذ محاضرة بسيطة، اللي هي أسندك تراك، من أهم المحاضرات في النيورو، يعني تاخذونها في بداية السنة. تقريبا السنة أتوقع رابع محاضرة أو ثالث محاضرة في الأناتومي، فمهم تعرفونه من الآن. ما بحاول أدخل في تفاصيل كثيرة، بحاول أعطيكم الفكرة الرئيسية من الدرس، لأنه هذا هو أصلا فكرة الكورس. تطلع من الفكرة الرئيسية، هذا يكفي من هذه المحاضرة، فإن شاء الله تكون بسيطة وسهلة على الجميع. طيب، بسم الله. نبدأ بس بمراجعة بسيطة عن سباينال كورد اناتومي. قبل شوي زميلتنا شرحت الاناتومي بشكل واضح يعني كامل، لكن انا بتكلم عن الاشياء اللي احتاجها في هذه المحاضرة. مثل ما نعرف، السباينال كورد يمتد من الميدلا بلونجاتا الى السكند لمبر فيرتبرا. يتكون من شيئين اساسيين، اللي هو الجري ماتر والوايت ماتر. وش احتاج اكثر في هذه المحاضرة؟ الوايت ماتر، لأن الوايت ماتر عبارة عن الفايبر اللي تطلع، اللي هي التراكس اللي نتكلم عنها اليوم. فإذا قلنا تراك، يعني هذه في الوايت ماتر. خليني أنا بس أوقف الشير عشان أفتح الصورة هذه. هذه هي الوايت ماتر والجري ماتر قدامنا. واضح عندكم البوينتر ولا لا؟ تمام. عندنا هنا الوايت ماتر، اللي هي هذه المنطقة المحيطة. أنا بتكلم اليوم عن الأسندنج تراك. وش الأسندنج تراك؟ اللي هي باللون الأزرق هذه. فعندي هنا تراك مثلا ماخذ المنطقة الخلفية بالكامل، عندي تراك في الأطراف، وعندي تراك يجي في الأمام مثلا قليل. لكن ليش أحتاج هذا الأشياء؟ لأن في أمراض مثلا تطلع في السباينال كورد، مثلا في مرض توسع هذا الكنال اللي في الوسط، هذه توسع فتصير تضغط على هذا. فانا لو عرفت التاك هذا وين مكانه، اصير اعرف وين الليجن حق المريض اللي جاني. تمام. فهذه اهميه اني اعرف الوايت ماتر والتاكس وين تمشي بالضبط. طبعا الحين مع نمشي في الدرس بيوضح لكم يعني كلامي وكل شيء فيه. تمام. فمثل ما قلت لكم، عندنا جري ماتر ووايت ماتر. الجري ماتر اللي يكون فيها سيل بوديز، اللي يصير فيها سينابس. الوايت ماتر اللي النيرف وين تتحرك، الفايبر وين تتحرك. الجري ماتر فقط يصير فيها سينابس. الوايت ماتر اللي فيها اللي هي وتراك، او اللي نسميه فاسيكولس، او نسميه فانيكيولاي. كل هذه الثلاث اسماء لها نفس المعنى، ان شاء الله لو مرت عليكم في اي مكان. تمام. خلينا نرجع للبريزنت. طيب، التراكس مثل ما نعرف احنا تنقسم الى قسمين. انا ان شاء الله اليوم بتكلم عن الاسندنج فقط، هي كثيره مثل ما هي واضح هنا قدامكم. اهم شيء، اهم ثلاثه اللي هم هذول الثلاثه نتكلم عنهم ان شاء الله في المحاضره باسهاب. الباقيين هذول اقل اهميه، لكن بعد ان شاء الله نتكلم عنهم بشكل بسيط. الديسندنج بتكلم ان شاء الله المحاضره القادمه، بتكلم مع واحده من الزملاء.
بتشرح لكم اللي هي التراكس اللي مسؤولة عن الحركة، اللي نازل مسؤول عن الحركة، اللي يجي من المخ اللي نازل من المخ إلى اليد مثلا، أو هذا مسؤول عن الحركة، اللي يطلع من اليد أو يطلع من أي عضو من الجسم هذا مسؤول عن الإحساس. تمام. مهم عندي نعرف هذه، أول معلومة نعرفها مهمة، يعني أول معلومة ابغاك تعرفها، إن أي شيء في الجسم يوصل إلى قشرة المخ، يعني هنا فوق كورتكس، لازم يكون من الجهة الثانية، يعني لازم يكون من، يعني اللي من اليمين لازم يروح لليسار، واللي من اليسار لازم يروح لليمين. هذه خلاص، هذا شيء أساسي دائم، سواء في الطالع أو في النازل، هذا نازل ينزل 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 يروح الجهة الثانية، من اليمين لليسار واليسار لليمين. هذه أهم معلومة تعرفها في هذا السلايد. تمام. نروح نبدأ الآن نتكلم في الأسندنج حقنا. الأسندنج اللي هي الإحساس ينقسم عندنا إلى قسمين أساسيين، اللي هي إما يكون conscious، وش يعني conscious؟ يعني يوصل إلى قشرة المخ، يعني أنا أشعر فيه وأحس فيه، أو يكون subconscious. subconscious يعني هي، يعني إحنا نحس فيه لكن ما أحس فيه بكامل الاستيعاب. تمام؟ وش إيش الفرق الأساسي بينهم؟ الفرق الأساسي إنه الكونشس يكون عبارة عن ثلاثة نيرون، يعني ثلاثة مراسلين. شلون يعني؟ الحين نشوف الصورة هنا تحت. هذه مثلاً افترض هي يدك، جاك إحساس بشيء، توقف هنا، يبدأ هنا أول واحد من هذه النقطة، يبدأ أول واحد ينتقل إلى هنا، وبعدين من الثاني ينتقل إلى الثالث ويوصل إلى قشرة المخ. فالكونشس له ثلاثة نيرون. السب كونشس يكون عن طريق ايش؟ اثنين بس، هذا الاحمر والاخضر فقط. هذا اول فرق بينه. تمام. اول فرق بينهم ان الكونشس ثلاثه والسب كونشس اثنين، او في بعض المواقع والكتب تلاقون هذا اربعه وهذا ثلاثه. المهم ان الفرق بينهم واحد، يعني في السب كونشس اقل على الكونشس بواحد، لان في بعض المواقع تعد الاول، هذا اللي يبدا من هنا تعده. احنا عندنا في الجامعة أو في دروسنا ما نعد الأول، نبدأ نعد من هذا، واحد اثنين والثالث. تمام؟ تمام. وش الإحساس اللي احنا نشعر فيه؟ وش الإحساس اللي ينتقل للجسم؟ عندنا هذول السبع أشياء اللي تحت، اللي هي البين، الألم، temperature، الحرارة الباردة أو البارد أو الحار، الفاين تاتش والكولد تاتش. هذول لي شيء مهم إنك تعرف الفرق بينهم الآن، أنا بتمر عليك كثير في ال يعني في ال بتوع عليكم كثير في الدروس، فافهم الفرق بينهم. الفاين تاتش اللي هي التاتش اللي انت تقدر توصفها، تقدر تعرف هذه ايش، يعني واحد لمسك في كتفك اليمين بالقلم، هذه اسمها فاين تاتش. كود تاتش واحد لمسني وراح، انا مو متاكد بالضبط وين مسكني وين لمسني، يعني او ما اعرف ايش لمسني، ما اعرف ايش لمسني بالضبط. هاي الفرق بينهم. ليش فاصلينهم؟ لان كل واحده منهم مسؤول عنهم تراك ثاني مفصول. تمام. بعدها عندي الفايبريشن، الاهتزازات، البروبيوسبشن، اتوقع يمكن اول مره تمر عليكم البروبيوسبشن، اللي هو علمك وين موجوده اعضاء جسمك، يعني انا اعرف الحين ان ركبتي تحت، اعرف اني حاط رجل على رجل، هذا اسمه بروبيوسبشن. تمام. هذا الاحساس، لو واحد حرك رجلي اعرف ان حركه، هذا اسمه بروبيوسبشن. والبرشر اللي هو الضغط. تمام. في احد عنده اي اسئله سو فار؟ طيب تمام. قبل لا ابدا في هذا انا بس برجع اكد على كم نقطه. قلنا جري ماتر وايت ماتر، الوايت ماتر يمشي فيها التراكس، الجري ماتر يصير فيها الساينابس فقط، يعني النيرون يوقف ويكمل هنا. تمام. فهذه السلايدز قلنا اهم نقطه عندنا ان نعرف ان التراكس تنقسم الى قسم طالع وقسم نازل. النازل هو بنتكلم عنه الحين. اهم شيء ان اي شيء يوصل قشره المخ يكون من الجهه الاخرى من الجسم، لان في اشياء ما توصل قشره المخ فما تروح للجهه الثانيه. تمام. السلايد هذا قلنا ان عنده كونشس وسب كونشس. الكونشس اكثر من السب كونشس بنيرون. ليش؟ لانه نوصل قشره المخ،
لان هنا هذا ما يحتاج، خلاص ما يحتاج الزايد يطلع لانه ما يوصل، خلاص يوقف هنا في السيربل. حلو، وتكلمنا عن التراكس واذا كان الفرق بين الفاين تاتش والكروت تاتش. الان نتكلم على اهم تراك في الاحساس واكبرهم، اللي هو ماخذ المنطقه هذه اللي في السباينال كورد كامله اللي ورا. تمام، اول شيء هذا اسمه دورسال كولوم سيستم لانه ورا، فهذا اسمه يعني منطقي. الاسم الثاني اسمه ميديال لمنسكس سيستم، هذا الاسم الثاني حتى هنا تلقوها مكتوبه ميديال لمنسكس سيستم. تمام، وش ينقل هذا التراك؟ ينقل ثلاث اشياء اساسيه: الديسكريمتيف تاتش اللي احنا قلنا عنها فاين تاتش، والبروبيوسبشن، والفايبريشن. هاي الثلاث اشياء هذا التراك هو اللي ينقلها فقط. تمام، هذا الان المنطقه هذه احنا لها اسم، مو مهم تعرفها الان، انا بس كتبتها يعني عشان فور يور نولج، يعني في الدرس تاخذها ان شاء الله في التفصيل. لكن هذه المنطقه اسمها في الوسط اسمها فاسيكلس جاسيلس، وهذه اسمها فاسيكلس كونيتس. الجسم الاحساس يبدا من تحت، مثلا نفرض من الرجل يبدا في الوسط هنا الين ما يوصل مثلا الى وسط، اذا وسط البطن يبدا يتجمع في الاجناب، خلاص ان المنطقه الوسط تعبت من الـ من الـ من اللور لمب. فاللور لمب الاحساس حقه هذا في الوسط اسمه جاسيلس، والابر لمب اللي هو الكونياتس. تمام، مو مهم تعرف المعلومه حاليا. طيب خلينا نمشي مع النيرون من البدايه، بدينا من هنا. نفترض انه هذه مثلا رجلك مثلا، تمام، حسيت قاعد تحس مثلا فايبريشن فيها، كيف تبدا تنتقل الاشاره؟ تبدا تنتقل من رجلك الى توقف في هذه المنطقه اسمها الدورسال كولوم، معليش الدورسال، لا اله الا الله، دورسال هورن سيلز. تمام، وتنتقل من هنا بدون ما تسوي سينابس، يعني هي ترى ما سوت سينابس هنا، بس طلعت لفوق. تمام، فطلعت فوق الى وين؟ الى البرين ستيم. في البرين ستيم سوت سينابس، وهذه معلومه ابغاك تعرفها الان، ان دائما خلينا نرجع بس هنا، دائما بعد النيرون الثاني، دائما بعد الثاني، يعني اذا بدا الثاني يروح الجهه الثانيه. فلاحظوا هنا ما راح الجهه الثانيه، ليش؟ لانه ما وقف، وقف فوق. فبعد الثاني دائما ينتقل، اللي نسميه احنا كروس اوفر او ديك ستيشن. تمام، فبعد الثاني سوى ديك ستيشن وانتقل، وهو طالع هذا الخط اسمه ميديال لمنسكس اللي ذكرنا اسمه قبل، يطلع الى الثلمس يسوي فيها سينابس، يعني يوقف ويعطي للنيرون الثالث الاخير الى الكورتكس، الى السوماتوسنسوري كورتكس. مو مهم تعرف الاسم لان هذا التراك تمشون فيه ان شاء الله في المحاضره يعني بالتفصيل، لكن ابغاك تعرف الفكره الاساسيه. اهم شيء تعرف ان الدورسال كولوم سيستم، الدورسال كولوم والميديا لمسكس سيستم يسوي سينابس في اللي هو الميدل اللي هو البرين ستيم، مو في السباينال كورد، لاني انا بعد شوي بوريك واحد يسوي سينابس في السباينال كورد، وابغى احد يعرف ليش 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 فيهم بينهم فرق. تمام، هذا يعني عن الدورسال كولوم. في احد عنده عليه اي اسئله؟ ننتقل للثاني، هذا ثاني اهم واحد عندنا، سباينوثالاميك تراك. تمام، سباينوثالاميك تراك تقريبا هم عباره عن تو تراكس، لكن احنا حطيناهم في واحد لان في النهايه يجتمعون في، يعني يجتمعون مع بعض ويطلعون مع بعض، لكن هو يعني في الاساس عباره عن اثنين. ايش هم الاثنين؟ واحد لاترال واحد انتيريو، يعني واحد يجي هنا قدام هذا انتيريو، وواحد يكون هنا في الطرف في اليسار. فواحد يجي لاترال وواحد انتيريو، كل واحد منهم مسؤول عن يعني مسؤول عن احساس مختلف. فاللاترال منهم مسؤول عن البين والتمبريتشر. تمام، الانتيريو مسؤول عن الكود تاتش والبريشر.
ادري بعد يعني المعلومات قاعد تزيد، لكن عادي بتحفظها ان شاء الله مع الوقت، ومنطقيه هي بعد شيء بتشوفها كيف منطقيه بالنسبه لك. تمام. طبعا اسم النيوكليوس اللي يسوي فيها سينابس ما يهمني، انا حطيت هنا بس فقط عشان يعني في يور نوليدج، انه هو اللاتا يوقف السبستانسيا جلاتينوزا، والانتيه يوقف نيوكليوس بوبيوس اللي هو السينابس. هذه المنطقه اسمها كذا هنا، هذا في سبان كود هذه لها اسم وقت المحاضره تعرفوها، ما يحتاج تعرفها. تمام. فهو عباره عن تراكين، واحد لاترال وواحد انتيه، يجتمعون مع بعض وهم طالعين، يعني هنا وهم طالعين فوق يجتمعون مع بعض. لاحظ مثل ما قبل شوي ايش قلت لكم؟ قلت لكم بعد النيورون الثاني راح الجهه الثانيه. شوف هذا متى راح الجهه الثانيه؟ بعد الثاني على طول، لانه متى سوى سينابس؟ في السباينال كورد. اللي قبله سوى سينابس في البرين ستيم، فبعد ما سوى سينابس في البرين ستيم انتقل. تمام. هنا عندي نقطه، ليش اللي قبله هذا يعني سوى سينابس في البرين ستيم والسباين ثالاميك سوى سينابس في السباين كورد؟ في احد عنده توقع ليش؟ شو السبب؟ طيب خليني اقول لكم ليش. لان التراك هذا اللي هو الدورسال كولوم، لاحظ هو وش يجيب لك؟ يجيب لك الفاين تاتش، البروبيوسبشن، الفايبريشن. هل في شيء من هذول الثلاث اشياء ضروري انك تعرفه بسرعه؟ لا طبعا، ما في شيء، ما هو ضروري يعني. الاشياء هذه عاديه يعني، ما في شيء يحتاج اني اسوي له مثلا ريفلكس. تمام. فعشان كذا هذا يطلع البرين ستيم، فانت الحين خلاص ما يحتاج تحفظ، انت منطقيا عرفتها انه اوه والله الديسكريمتيف تاتش والبروبيوسبشن والفايبريشن هذه ما هي اشياء ضروريه، فاكيد التراك حقه بيسوي سينابس فوق في البرين ستيم. بينما هذا السباينال ثالاميك لا، تمبرتشر، البين، هذه اشياء ممكن ضروريه، ممكن احتاج اسوي لها ريفلكس. وش يعني ريفلكس؟ يعني انا الحين هذا نيورون يطلع من هنا يجي خلاص، هذا ما يطلع فوق، معليش يطلع فوق لكن يطلع من عنده هنا واحد يروح من هذه الجهه ويشيل يدي على طول، فهمتوا؟ هذا هو الريفلكس، من دون ما اطلع فوق اخذ اذن من الكورتكس. عشان كذا هذا يسوي سينابس في السباينال كورد، ذكرتها جميلة المحاضره الماضيه. تمام. فهذا هو الفرق. وفي شيء ثاني هنا نقطه، هذه يعني اكسترا انفورميشن، يعني حتى يمكن ما هي موجوده في المحاضره عندكم، ان هذا ممكن يطلع يعني واحد او اثنين بس انه يبقى في سباينال كورد ما يوصل، يبقى ويسوي ريفلكس من فوق. هاي توقع ليش؟ هذا الان النيرون ممكن ما يسوي سينابس هنا مثلا، لو افترض انها سي 6 لا بيطلع مثلا، لا مش سي 6، خلينا نقول مثلا تي 6 يطلع مثلا الى تي 4 ويسوي سينابس فيه مثل هذا. شوف كيف 1 او 2 سيجمنت هنا مكتوب لك. وش تتوقعون؟ احنا نتوقع السبب، طيب السبب عشان الوقت بس، ان نقوي الامبلس. يعني مثلا انت الحين لو لمست مثلا كاسه حاره، مثلا كوب حار ولمست، هل انت تشيل مثلا يعني يدك بس ولا تشيل كل الذراع بالكامل؟ فهو يطلع اثنين عشان يقوي لك الامبلس حقتك، لان انت ما تحتاج، انت تبغى تبعد تماما عن هذا البين او هذه يعني او هذا الحار. تمام. فهذا الفرق الاساسي بينه، او هذا ليش ان واحد يسوي السباينال كورد وواحد يسوي في البرين ستيم. تمام. في عنده اي اسئله سو فار؟ تمام. الآن ننتقل، قبل أن أنتقل برجع شوي بس نأكد على المعلومات المهمة.
اللي احتاجها، اي شيء ينتقل الكورتكس يروح من الجهه الثانيه، تمام، بعد النيرون الثاني دائما يصير كروس اوفر، او يصير او اسمه بال يعني عندنا اسمه في الطب اسمه ديكاستيشن، سميه ديكاستيشن، وان شاء الله في المحاضره الجايه في الديسندنج تاك بيوضح معكم اكثر ومعنى الديكاستيشن وليش ديكاستيشن مهم نعرف مكانه. عندي النيورون الاول دائما بيكون في الدورسال هورن جانجليا، تمام، والنيورون الثالث دائما بيكون في الثالامس، هاي المنطقه اسمها ثالامس، اللي في الوسط اللي هو الثاني هو اللي يتغير مكانه. حلو، قلنا ان عندنا كونشس وسب كونشس. الكونشس قبل شوي خلصناهم الاثنين، دورسال كولوم وسباينال ثالاميك الاساسيين، في كم واحد ثانيين لكن ما هم مهمين حتى في المحاضره، ما هي مشروح كثير، محاضره اساسيه يعني. يفرق بينهم ان الكونشس يوصل للكورتكس، السب كونشس ما يوصل للكورتكس. الدورسال كولوم ماخذ المنطقه الخلفيه كامله من السباينال كورد، يبدا يتجمع في الوسط من اللور ليمب، وبعدين يبدا ياخذ المنطقه كامله لما يوصل للابر ليمب. كل تاكلة، كل فاسيكلاس او كل تاكلة اسم، وينتقل للدوس كولوم ديسكامتيف تاتش بروبيسبشن اند فايبريشن. السباينال ثالاميك تراك عبارة عن تراكين لكن جمعناهم في واحد لانهم يجتمعون في نفس المكان وهم طالعين، ينقلوا لي اربع اشياء: بين تمبريتشر، هذا اللاترال، الانتيريور ينقل لي الكوت تاتش والبريشر. طبعا اللاترال اهم، ليش؟ لأنه واضح بين أنت بين أنت بتش مهم، يعني من الأشياء المهمة، وإنك تعرف الديك السيشن وين صار هذا جدا مهم، لأنه بعد شوي بوريكم حالة في النهاية يعني إصابة بسيطة ممكن تأثر على أشياء كثيرة في الجسم. تمام، الآن ننتقل اللي بنسميها السب كونشس، وهذا أهمهم، اسمه سباينو سيربيلر تراك، عبارة عن اثنين بس انهم مع بعض، يعني مو مثل السباينال ثالاميك العضل مع بعض، لكن واحد منهم اللي هو هذا الفنترال يجي من هذه الجهة. شوف سبحان الله، هذا يروح الجهة اليمين بعدين يرجع ثاني عشان انه يبقى في اليمين، فهمتوا كيف؟ يعني هذا بدأ من هنا طلع راح الجهة الثانية، ما في سبب انه راح، بس كذا راح طلع ثاني، بعدين ما كمل في نفس الجهه هذه عشان يروح اليسار، لا رجع اليمين، لان احنا قلنا هذا ما يوصل قشره المخ، هذه ما هي قشره المخ، هذا سيربيلا اللي هو مسؤول عن البالانس، معلش مسؤول عن البالانس، تمام. فواحد منهم او جزء منه يروح الجهه الثانيه ويرجع، والجزء الثاني لا يبقى في نفس الجهه، يلف بس كذا، يمشي هنا يسوي سينابس ويلف ويطلع فوق. ما هي هذا مو مره مهم، حتى ما في اسهاب كثير فيه، مو مهم كدرس يعني. لكن المهم اهم شيء عندي فيه انه هو عباره عن تو نيرونز، الاول من هنا تشوفون هنا صغير شوي في الوسط، ويطلع ويلف يوصل لهنا، فهذا واحد وهذا الثاني، ويوصل للسيربل. المكان ان شاء الله بتعرفونها يعني في المحاضره، ما ابغى اعطيكم تفاصيل كثيره وين يروح بالضبط، لكن هذا مش مسؤول عنه، مسؤول عن الكوردينيشن اوف موفمنت، البوستشر. وش يعني؟ يعني انا وانا قاعد امشي، هل انا مثلا قاعد افكر هل الحين ركبتي انثنت فبحرك الرجل الثانيه ولا لا؟ ما افكر طبعا، ما احس بهذا الشيء، هذا التراك هو اللي يحس بهذا الشيء، يحس ان الحين الركبه الاولى انثنت، فاوكي الحين بقدم الرجل الثاني، يعني عباره عن اشاره تروح للمخ انه هذه الان رجل الركبه هذه انثنت، فيلا الرجل الثاني تتحرك. انت ما تحس، مو انت ما تنسق الموفمنت حقتك، هذا تراك هو المسؤول، لكن انت ما تشعر فيه ذهنيا، عشان كذا سميناه سب كونشس، وما يوصل قشره المخ، تمام، واضح؟ طيب بكمل الحين. هذه بعض التراكس مو مره مهمه، حتى انه في المحاضره يعني سلايد 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 على كل واحده، هذا أساسية. عندك أول شيء تراك اسمه سباين وتكتل، هذا فقط تراك مسؤول عن إنه لو واحد لمسك يحرك راسك يشوف هذه اللمسة جت منه، فقط كذا، هذا الله خلق إنه يحرك الراس
والعين انها تروح للمكان هذا اللي جاء منه اللمسه، الكوتيني ستيموليشن. تمام، هذا تراك فقط مسؤول عنه. طبعا هذا التراك يوصل لقشره المخ، ما يحتاج تعرف تفاصيل حقته لانه ما هو مذكور اصلا كثير، لكن هذا يعتبر كونشس. تمام، اللي بعده سباينو اوليفيري تراك، هذا مسؤول عن يساعد في البالانس والموفمنت مثل ما قلنا عن سباينو شافلر. هذا سب كونشس، نفس الشيء ما هو مهم. وحتى اصلا هذه يعني الكلام عليهم ما هو كثير والدراسات عليهم قليله، عشان كذا في الدرس ما هو مركز عليه، او حتى بشكل عام في اليوم. الاخير سباينو ريتيكولار تراك انفولف ان preparation of the dull of dull aching، هذا يساعد اللي هو اللاتر سباينو ثالامينج في البي، في شعور في البي. طبعا انت لو لاحظت انه الاسماء سباينو تكتل، ترى هذه لها معنى، تكتل يعني لها علاقه بالعين. وليفيري هذه منطقه في البرين ستيم موجوده، هذا يعني يروح من سباينال لهذه المنطقة ويوقف فيها. تمام، سباينو ريتيكولار نفس الكلام، في منطقة موجودة في البين ستيم اسمها ريتيكولار فورميشن يسوي فيها سينابس. فأنتوا إن شاء الله متأخذون الأناتومي كامل وكذا تعرفون هذا المناطق وش تعرفون وش معناها. تمام، في أي سؤال؟ so far قبل ما أروح للكيس اللي عندي، براجع لكم آخر شيء اللي هو سباينو شابيلا تو أوردر نيرون سبكونشس، مسؤول عن أن أنا أعرف يعني الحركة حقتي تسوي لها كوردينيشن بدون ما أنا أشعر فيها، يروح للسيربيلا. السيربيلا من هو هذا وراء نهاية البرين ستيم، ما هو القشرة المخ. تمام، هذا التاك تكلمنا عنهم، واحد مسؤول عن حركة الرأس والعيون للكوتينيوس ستيميليشن. الكوتينيوس اللي هي يعني الإحساسية أو باللمس. السبانو ليفري نفس الشيء للبالانس، نفس السيربيلا يساعد السيربيلا، وسبانو ريتيكولار للبين مع اللاترس. طبعا هذا الشيء بتلاحظون انتم حتى في المحاضره القادمه انه في تراكس اكثر من تراكس يسوي نفس الوظيفه، لكن في واحد منهم هو يكون اساسي. فسبحان الله، الله خالق لنا انه في تراكس اساسي لكن في اشياء ثانيه تساعده، بحيث لو واحد صار له مشكله الثاني شيء. فتوضح معكم في الديسندنج اكثر، لان الديسندنج في كثير تراكس مع بعض المحاضره القادمه ان شاء الله. تمام، انا الحين بنتقل بس للكيس اللي عندي سيناريو. هذا الآن كيس اسمها براونسي كارد سيندروم. تمام، هذه لها محاضرة كاملة عندكم تأخذونها، بس محاضرة متأخرة شوي، تأخذونها توقع بعد الميدتير عندكم. المرض هذا عبارة عن هذا الشخص يجي إصابة مثلا في منطقة من السباينال كورد، فقط نص السباينال كورد مثلا يصير له فيه إصابة. تمام، مثلا هو كاتب لي هنا تيتن، فكل هذه الليجنز اللي هنا في الجدول صارت له بس عشان جت اصابه في نص من جزء في السباينال كورد. ليش انا حطيت لك هذا الكيس؟ لان شوف هنا عندي هذا الرجل اليسار يقدر يشعر بالبين والتمبرتشر، بينما في الرجل اليمين اللي ما عنده اصابه اصلا ما يشعر فيها. ليش؟ أحد يقدر يقول لي ليش؟ واضح قدامكم هنا في الصور. ليش إن في الرجل اللي صار اللي هي عنده إصابة يقدر يحس بالبين والتمبرتشر، بس في الرجل اليمين اللي ما عنده شيء ما يحس؟
صحيح، لأن الاسباينوثالاميك هو المسؤول عن البين والتمبرتشر. احنا قلنا الاسباينوثالاميك يسوي ديكستيشن في سباينال كورد، فهذا المسؤول عن الرجل اليمين اللي يحس بالبين والتمبرتشر راح نقل الجهة الثانية أصلا، انتقل، فما تأثر بالإصابة، بينما هذا لأنه انتقل هنا فتأثر بالإصابة، فعشان كذا هذا الرجل ما يحس فيها وهذا الرجل يحس فيها. تمام، هذه هي ليش اشوف كيف ان هذا انصاب في اليسار وجت الليجن في اليمين. هذه اهميه تعرف ليش الديكستيشن يصير. تمام، وطبعا هذه الليجنز مجموع الاثنين ديسندنج والاسندنج، يعني هذه كل الاشياء اللي تصير في الديسندنج مع بعض اللي صارت لهذه الاصابه، بس مو مهم تعرفونها الان، قلت لكم عليها محاضره كامله، لكن كيس حلو انكم تعرفونه. طيب انا تقريبا ما باقي شيء عندي، لكن برجع اخر شيء على الدرس من البدايه بلخص لكم اياه عشان نروح الاسئله. طيب السباينال كورد جري ماتر وايت ماتر. الجري ماتر عباره عن نيوكليوس يسوي فيها سينابس، كل منطقه لها اسم، كل شيء كل نقطه فيه لها اسم تاخذونها، لان كل تراك يسوي سينابس في مكان معين. تمام، الوايت ماتر نفس الشيء تنقسم الى انتيريور بوستيريور ولاترال كولوم، هذا دورسال كولوم انتيريور كولوم لاترال كولوم. تمام، التراكس عندنا اسندنج وديسندنج، الاسندنج تكلمنا عليهم الحين، الديسندنج بتكلم عليها المحاضره الجايه ان شاء الله. الاسندنج اهمهم ثلاثه، عندنا سباينوثالاميك دورسال كولوم سباينو سيربيلر. السباينوثالاميك والدورسال كولوم هذول يوصلوا قشرة المخ، هيحتاجون 3 نيرونز، السباينو سيربيلر يحتاج 2 نيرونز فقط. نبدأ بالدورسال كولوم. الدورسال كولوم مغطي المنطقة الخلفية كاملة، ينقل لي ثلاث أشياء اللي هي فايبريشن ديسكريمتيف تاتش والبروبريسبشن. تمام، طيب وين يسوي سينابس؟ احنا قلنا نفكر هل هذه اشياء ضروريه؟ لا ما هي ضروريه، فالسينابس يكون فوق، يكون في الميد برين، معلش يكون في البرين ستيم. تمام، السينابس يصير في البرين ستيم. بالنسبه للسباينوثالاميك وش ينقل؟ عندي قلنا عندنا نوعين، ينقل لي البين والتمبرتشر هذا اللاترال منه، والانتيريور ينقل لي الكود تاتش والفايبريشن والبريشر. معلش، طيب هل هذه اشياء ضروريه؟ اي ضروري، التمبرتشر ضروري، البين ضروري. وين يسوي سينابس؟ وين بيسوي يعني اول سينابس له او الديكستيشن حقه؟ بيسويه في السباينال كورد في نفس الليفل، او بيطلع ثنتين تو انه يقوي الامبلس حقتي. تمام، وين ينتقلون؟ يوصلون للثلمس، ومن الثلمس يوصلون الى قشره المخ. الثلمس هذا المكان الاساسي المسؤول عن الاحساس في الجسم، اللي هي هذا المكان البنفسجي، اي شيء احساس لازم يمر في هذا النقطه. طيب سباينو سيربيلر، سباينو سيربيلر قلنا تو اوردر نيورون، ليش؟ لانه سب كونشس، مسؤول عن ايش؟ مسؤول عن الكوردينيشن اوف موفمنت، انه يخليني احس وانا قاعد اتحرك وين احط جسمي من دون ما انا احس، يعني من دون ما اشعر فيها لدرجه الكونشس فيها. تمام، هذه اهمهم. في احد عنده اي سؤال قبل ما اوصل للكويشنز اللي حاطها لكم؟ طيب عندي اسئله هنا. السؤال الاول اكتب الاجابات في الشات. تمام، حلو، صحيح إجابة pain. ليش؟ dorsal column. dorsal column قلنا ما هو شيء emergency، في dorsal column نقول الأشياء اللي اللي هي vibration proprioception والfine touch. طيب السؤال الثاني،
طلعت الإجابة. أوكي. سبايرو ثيرمك تاك كريش اللي هي الأشياء قلنا الضرورية الأساسية تبع تشامبي. حلو، تمام. عندي هنا بعض اللينكس. أول شيء اللينكس للسلايد هذه اللي قاعد أشرح لكم فيها، اللي يبغى يقدر يصورها، يصور الشاشة هذه. عندي سلايدز حقت الجامعة اللي هي على سنتي عادي، ما أعرف إن شاء الله ما أتوقع أنها تغيرت، ممكن يكون فيها زيادات أو نقص بسيط، لكن هذه هي السلايدز حقت السنة. في عندي هنا تو فيديوز، أوسموسيس فيديو صراحة أنصحكم تشوفونه بعد المحاضرة القادمة، يعني مرة بلخص لكم أهم الأشياء والمواضيع. وإذا أحد حاب يشوف ديتيلز، نيورو نينجا نيرد لا يعلى عليه. إذا جاء وقت الدرس أو أنت حاب الآن تأخذ الدرس، شوف فيديوهات نينجا نيرد. هذا نحط لكم واحد من الفيديوز، هو على طول تلاقون يعني البلاي ليست تحته كل عن كل تراكس. هو مسوي كل تراك له فيديو خاص وقاعد يشرح كل نقطة يمشي فيها النيرون، لأن هذه في المحاضرة أنتم مطلوبين منها وش يمشي جنبه، وش لأن كل شيء يصير فيه مرض بيأثر على النيرون. تمام، أنا كذا خلصت. إذا في أحد عنده أي سؤال يتفضل، أو حاب يتواصل معي في إيميل أو عندي التليجرام أتواصل فيه أنا بالعادة، يتفضل. الله يعافيكم جميعا ويعطيكم العافية. أتوقع باقي ربع ساعة المحاضرة القادمة، فيعني يمديكم ترتاحوا شوي لين تبدأ.